ما بك يا خالد؟ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أحضر لي سيدهم يا ضرار. سأتيك به. مالك؟ أنت أبعد نظري مني يا ليلى. حماك الله يا مالك. لا أقول شيئا، ولكن الويل لرجل كانت لديه امرأة جميلة. لما يا مالك؟ لما؟ لأنه يكون عرضة لنبال المنايا والويلات يا ليلى. طالما نصحتك يا مالك، طالما نصحتك وكم أحببتك. وكم سأحزن عليك يا فتى يربوع. مالك تعال معي. هدني انكسارك يا مالك. حماك الله يا مالك، حماك الله. يا مالك، ألم يولك رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات بني يربوع؟ بلى. ثم ارتد العرب بعد انتقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فوجدتها فرصة سانحة للارتداد عن دين الله مع من ارتد. ثم أتتك سجاح الكاهنة الكاذبة فوادعتها وحلفتها. ويحق، أتحالف كاهنة على المسلمين؟ ما حالفتها، إنما تجنبت شرها، فقد جاءت بجموع تغلب وتميم لكي تغزوكم في المدينة، فصرفتها إلى مسيلمة. ما بك مستاء يا أخي يا أبا قتادة؟ شأن هؤلاء الأسرى الذين حضرناهم. وما الذي يريبك في أمري؟ كما تعلم أرسلني خالد إلى القبائل، ومنهم قبائل مالك بن نويرة ووكيع بن مالك وصفوان بن صفوان. فذهبت فرأيت رجالا في الليل، سألناهم من هم؟ قالوا نحن مسلمون. فقلت نحن كذلك، فصلينا معا،
ولكن عندما أتى صفوان ووكيع بصدقات أموالهم تأخر مالك. انتظرناه طويلا ولم يأتي، فأمرنا خالد بأن نأتي بهم مقيدين ففعلنا. إذن فحق إحضارهم مقيدين؟ والله كنت أرجو أن يأتوا بصدقات أموالهم وأن يكفون أمرهم، وهم صلوا معنا وشهدوا أمامنا. لله الأمر من قبل ومن بعد. لا إله إلا الله، له الأمر من قبل ومن بعد. ها هو وكيع والزبرقان وصفوان بن صفوان قد أتوا بصدقاتهم، فلما تأخرت وأنت مؤتمن عليها بعهد من نبينا الكريم؟ يا خالد، العرب يرتدون، والصدقات لمحمد، ومحمد قد مات صلى الله عليه وسلم. أكمل. فهل لقريش صدقات عندنا؟ الزكاة فريضة والصدقة جارية، وأنت وكيلها، ولا يحق لك أن تحبسها إلا إن كان في قلبك زيغ فتنتظر لمن الغلب فتقف معه، وهذا هو الغش، ومن يغش المسلمين ليس منهم. وأنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يا خالد أمهلني بعض الوقت حتى أجمع الصدقات وآتي بها لكم. بعد ماذا؟ بعد أن أيقنت أنك مهزوم ولا سبيل لك غير ذلك؟ سنرى رأينا، امضي إلى قومك.